ما ظاهر الخوت ما ظاهر. الشيفور حل لي الباب، جاب بنادم تيجري وما جديتش الصف وسرباوني قبل كلشي، وبنادم شاد الصف كيشوف في الحياه تبغي ولا ما تبغيش، الناس كيحكموا عليك من اللباس ديالك، واخا انا ما كنلبش مزيان كيحكموا عليك من المظهر الاولان. امتى ان شاء الله غادي تنزل السلسله باش نحملوها الخوت كل واحد مسؤوليته، وهاد العبده هذا هو اللي معطل السلسله. اللي نوعدكم به هو السلسله هربانه لواحد الدرجه احنا اللي كنا مسؤولين عليها. الحمد لله حمدك يا ربي وشكرتك. اخيرا دابا مرتاح مشينا للشين وقتنا كاع اللي خاصني تقضى، وصلت للبلاصه اللي عزيزه عليا اللي كنرتاح فيها ديال بصح، تايلاند. اخيرا نزلنا الخوت، ما بغيتش نصور عاوتاني دوك الاجواء ديال الايليت. كاين اللي عارف كاين اللي ما عارفش، في تايلاند كنت خديت الاقامه ديال الايليت 20 سنه، يعني 20 سنه نعيش هنا ناخذ راحتي. استقبلونا ما كاين لا صف لا والو، الاجراءات في 2 دقائق لقيت راسي برا المطار، وسولوني ناوطي الغادي. كنت قال لك صبر نجيبوا لك الطوموبيله كادو من عندنا كالعاده، كيتريتوك على اساس ان انت ايليت. هو الباسبور ديالنا اللي فخورين به، جابوا لنا هاد السيريسات ديال البي ام. جامل هاي الحياه، احنا الحمد لله والشكر لله وصلنا. ان شاء الله تنوصل هنايا، تنوصل لهاد البلادات تنولي مرتاح. الدراري البنات في الحياه تبغي ولا ما تبغيش، واخا هاد الهضره هادي ماشي ديالي ولكن للاسف تبغي ولا ما تبغيش، الناس كيحكموا عليك من اللباس ديالك، واخا انا ما كنلبش مزيان كيحكموا عليك من المظهر الاولان. من المظهر الاول تيعبروك ومعبروك واخا تعيامن. هاد لوطيله لي خوان فاش جالس مولف كنجي ليه ديما وكنشد الصف مع عباد الله باش ندير تشيكين باش نعطوني لاكارت نطلع للروم ديالي، وعامر واخا فايف ستار وواعر ومن احسن لي زوط كنشد الصف. الناس الواعرين شادين بيناتهم الصف. البارح وصلت بهذيك الطوموبيله اللي ورتكم بي ام دبليو اللي عطاوني فابور من المطار الناس ديال الايليت الله يخلف عليهم، وصلتني حتى للوطيل. ونزلت الشيفور حل لي الباب، جا بنادم تيجري وما جديتش الصف، قالوا لي ريح هنا وسرباوني قبل كلشي، وبنادم شاد الصف كيشوف. للاسف الخوت هكا داير العالم، غادي يعبروك من المشهد الاول، يعني المشهد الاول حل لي الشيفور بنادم تخلع عليها الخوت. بغيتي ولا كرهتي، انا واحد قربت تمنيت العالم يكون واحد العالم احسن، ولكن للاسف شوف واخا تكون انت واعر وتتخدم وكتقاتل وتطير ومعقول وكلشي، يقدر يجي واحد خونا لابس مزيان. انا الخوت ما تلبسش مزيان، معروفه عليا تلبس عادي تيشيرت شورت صنداله ولا سميتو، ولكن تصور كون جيت بحال هكا البارح ودخلت كما ديما الدراري كنجي كنشد الصف واحد 10 دقائق ربع ساعه بين ما توصل نوبتي وكدا، ونمشي نشد لاكارت ندخل للروم ديالي كدا. السيرفيس هنا واعر ولكن تشد الصف. البارح اش اللي دار الفرق؟ بي ام دبليو في اكس بي ام دبليو في سيريسات ديال الباترونات الزواونين. صافي وصلت بها، نزل الشيفور اللي وريتكم كان صايق بيا، نزلت يجري حل لي الباب، هز لي الباكاج ديالي، يعني بنادم خرج عندي تيجري ما جيتش لاصف لا والو. سرب ما ظاهر الخوت، حاجه اخرى الاخوان، واحد السؤال اللي كيجيني بزاف، امتى ان شاء الله غادي تنزل السلسله باش نحملوها الخوت كل واحد مسؤوليته، وهذا العبده هذا هو اللي معطل السلسله. ابراهيم سلاو المونتاج في المغرب، بقاو شي مشاهد خاص يمثلوا هذا العبده هذا. هذا العبده هذا مشى للشينوا عنده ما يقضي، عنده جراوات عنده كذا، مشى لماليزيا، يلا جيت لتايلاند باقي في شي جره، غادي نساليه من هنا واحد السيمانه جوج. عاد السي ابراهيم اللي مسؤول على المونتاج غادي ديبلاصا لتايلاند، وعاد غادي نبداو الخدمه على السلسله الخدمه الاخرى. قول سالينا 95%، بقات واحد 5% مرتبطه بهذا العبد، وانا كنتحمل المسؤوليه، انا اللي معطل الخدمه. فهمتي؟ ابراهيم واجد مسالي، انس حتى هو كاين في تايلاند مسالي، والدراري كاملين تيقولوا لي اجا خويا سيمون مونطي واحد السلسله ديال جبنا 5 الشباب لتايلاند، التغيير اللي داروا كيفاش ولاو خدامين، كيفاش ولاو مصوفين راسهم كيصرفوا على راسهم. هذا العبد هذا هو اللي معطل، عندي خدمه اخرى ونخلي تنقول لهم يصبروا صبروا الدراري، ولكن عما قريب جوج سيمانات نمشي نبدا. ولكن اللي نوعدكم به هو السلسله هربانه لواحد الدرجه احنا اللي كنا مسؤولين عليها، تصدمنا فيها. فهمتي؟ من المشاهد اللي تصوروا كيفاش تصوروا كيفاش جا داك الشيء، سي ابراهيم تبارك الله خدمه هربانه، كيفاش تمونطا داك الشيء، حنا كنتفرجوا فهمتي، باقي ناقصين المشاهد ديالي انا وانس باش راه عارفين كيفاش كتكون سلسله. يا واحد تيدوي تيدوز المشاهد، واحد تيدوي انا كندوي كيدوز المشاهد،
انس كيدوي كيدوزو المشاهد دوك اللقطات ديال انا كندوي ولا انس كيدوي باقي ما تصوروش. علاش ماشي عند انس؟ انس ديجا راه هو في بوكيت كيتسناني انا نجي، كيتسنى ابراهيم يجي، ابراهيم كيتسناني انا نسالي باش نجي هنا الخوت باش نحملو كل واحد المسؤوليه. انا هو اللي معطل السلسله ماشي سميتو، لان عندي خدمه فهمتي، غارق في الخدمه ان شاء الله واحد السيمانه جوج ساليت الميشن اللي كانت عندي في الشينوا، دابا عندي واحد الميشن في تايلاند نساليها وغادي نمشي ديك الساعه نريحو نخدمو وشي حاجه. الهربه الهربه كاين واحد السؤال كيجيني بزاف، امتى ان شاء الله غادي تنزل السلسله باش نحملوها الخوت كل واحد مسؤوليته وهاد العبد هذا هو اللي معطل السلسله. ابراهيم سلاو المونتاج في المغرب بقاو شي مشاهد خاصه تكون هاد العبد هذا. المهم بالنسبه للناس اللي كيسولوني اللي كيصيفطوا لي ميساجات فين هي السلسله فين هي، المهم مع سيمو قال كل شيء، قال داك الشيء اللي كاين. المهم حنا كنتسناو دابا نديرو الانترفيو معاه، يعني الانترفيو هو وأناس يعني كيهضروا على دوك المشاهد اللي وقعوا، اديتين كامل تسالا كلشي تقاد، وهذاك هما خاصهم دابا يتفرجوا يشوفوا شنو المشاهد اللي كاينين صافي، يعني ما بقاش مرحله كبيره. غير حنا نزيدوا واحد المرحله اخرى هي الفينيسيون، يعني ديك الديتيلز اللي زوينين بحال الجرافيك بحال شي حاجه بحال هكا باش نعليو النيفو ديال سي سي باش تكون شي حاجه اللي هاي كواليتي ان شاء الله. الدراري البنات واحد الكونسيبت، واحد الكونسيبت ديال واحد لوطيل لقيناه. شوف شوف هانت نوامس وشوف شنو كاين بيسيات ديال الجيمين. سيدي يحيى كي جاك اخاي يحيى عرفتي طلع على واحد المنظره الشباب اخاي سيمو، هادشي خيالي هما عاطينك شومبرا ريزيرفيها انت وصاحبك. تريزيرفيها انت وصاحبك وتجلسوا تلعبوا الحامق حطيت لي مسائل، حط لك تما ما تاكل ما تشرب. شش حاط لك كل شيء الدراري، حاط لك اللعيبات اللي في زاكتا الحايط والله الا كونسيبت الدراري ناضي. جينا عند شي اصدقاء ديالنا هنايا ومع حنا جايين للشينوا نشوفوا دي كونسيبت جداد شي حماق جديد كذا وقول لي اجي راه كاين واحد لوطيل حنا ما مريحينش هنا باي دوي، اجي نوريكم واحد الكونسيبت واعر. وجينا شفنا صراحه واعر شحال اخي هي قال لينا الليله 800 درهم مغربيه، 800 درهم جوج ديال الناس يريحوا هنايا الليله جوج. ها هما يا النوامس هما البيسيات، وقال لك تيجيو عندنا الكليونتيل ديالنا هما الناس اللي تيحماقوا على اللعب تيضربوا تيوكيو مثلا عندنا 15 يوم هو صاحبو تيبقاو عاطينا اللعب 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 ما تيخرجوش حتى الماكله كتجي ليهم صافي. داك النوع اللي تيكون ماشي بحال انايا فهمتي، انا مدمن على الخدمه هادو مدمنين على اللعب.